مساء الخير، بس للتصليح انا اسمي هاشم عقل. هاشم عقل، اهلا وسهلا بك. اهلا بك. بالعوده الى موضوع اسباب ارتفاع الغاز في اوروبا، يوجد هناك عده اسباب لارتفاع الغاز في اوروبا، لعل من اهم هذه الاسباب اولا التحول المناخي السريع الذي قامت به اوروبا، ولم يساعدها الجو في الحصول على الطاقه البديله المناسبه لكميه الاستهلاك. والنقطه الاخرى هي التحول من سوق العقود للغاز إلى السوق الفورية، كانوا يعتقدون أنهم سوف يتحصلون على أسعار أفضل في حال التحول إلى الأسواق الفورية، ولكن ذلك لم يحدث. هناك بعض النقاط الأخرى لعل من أهمها تقنين أو تقليل كمية الواردات الروسية التي تتولى أمور توريد الغاز، وهي محتكرة لتوريد الغاز إلى أوروبا، شركة غاز بروم. وهناك اتهامات من أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى غاز بروم بأنها تقلل وتضغط على أوروبا بتقليل كميات الغاز الواردة، مما أدى إلى هذه الارتفاعات. وكانت والاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بأنها تمارس هذا الضغط لتمرير خط أنابيب نورد ستريم الجديد 2. فكل هذه الأمور أدت إلى التحول إلى استعمال البترول بسبب ارتفاع سعر الغاز بطريق بأرقام وصل لخمسة أضعاف السعر، ووجود البترول ومشتقاته بأسعار أرخص أدى إلى التحول إلى المشتقات البترولية. أدى أيضا إلى مشكلة أخرى في أسواق البترول، أدت إلى ارتفاع أسعار البترول بسبب زيادة الطلب على البترول. كل هذه الأمور أدت إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا بطريقة يعني جنونية، أرقام مبالغ فيها، وما زالت تعاني من هذه المشكلة ولن تحل مشكلتها خلال سنتين أو ثلاثة أو أربعة. أستاذ هاشم، يعني كل أسباب لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا اعتبرتها أنها أسباب اقتصادية مناخية، أسباب نقص الإمدادات من روسيا. نتحدث هنا عن تخفيض روسيا لتوريد الغاز إلى أوروبا، هل هي أسباب اقتصادية لتفعيل كما ذكرت خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يمر عبر ألمانيا، أم هناك أسباب سياسية للضغط على أوكرانيا كما يتخوف البعض؟ طبعا يعني المظهر أو الغلاف الظاهر أنه اقتصادي، ولكن الباطن هو سياسي بامتياز. كما تعلم أن خطوط الغاز بأوروبا تمر من أوكرانيا، وأوكرانيا يتحقق لها عائدات من رسوم مرور الغاز في أراضيها، وبالتالي هي مستفيدة. نقص هذه الإمدادات يؤدي إلى تراجع الدخل والإيرادات إلى أوكرانيا. النقطة الأخرى، هناك خط أنابيب جديد قامت به بإنشائه روسيا، نورد ستريم 2. نعم. وهذا يمر في بحر البلطيق وفي الحدود وفي الأراضي الألمانية، وهي تمارس هذه الضغوط على ألمانيا حتى تجيز هذا الأنبوب ويبدأ بالعمل. هذه النقطة الأساسية التي نشهدها من الضغط الروسي على أوروبا بتقنين الكميات الواردة لهم حتى ينفذوا السياسة الاقتصادية السياسية بنفس الوقت. ولا ننسى أن هناك التوتر الحاد جدا في الأراضي الأوكرانية له علاقة في الموضوع، وفي حالة موضوع يعني تخفيض روسيا لإمدادات أوروبا من الغاز كيف ينعكس على موضوع الأزمة الأوكرانية؟ ألا يعني يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة أكثر؟ قطعا، كما أوروبا تتغذى بأنابيب غاز تمر من الأراضي الأوكرانية، واليوم الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا والتهديد بالغزو والعمليات العسكرية، كل هذه العوامل أدت إلى تقنين الكميات الواردة إلى أوروبا. الكميات الواردة أقل من الكميات التي تحتاجها أوروبا، وبالتالي أصبح هناك نقص. المخزونات الأوروبية من الغاز تعاني نقص شديد جدا. وبالتالي هذا النقص أدى إلى زيادة الطلب أو تقنين الطلب، حتى أن في بريطانيا أصبح هناك تحول من استعمال الكهرباء إلى الفحم الحجري، بعد أن أصدرت بريطانيا في السنة الماضية قرار بأن استعمال الفحم الحجري التزاما باتفاقية باريس للمناخ. لكن خوفا من توقف خطوط الإنتاج لجأت إلى الفحم الحجري. ألمانيا من الدول المنتجة ذات الاحتياط العالي جدا من الفحم الحجري، اضطرت إلى تأخير أيضا سياساتها في التحول إلى الطاقة البديلة بسبب نقص الغاز. نعم. ونقص تغذية الكهرباء. إذن المشكلة في الجانب الروسي، لو أراد حل هذه المشكلة لأراد حلها، لكن أيضا هناك سبب آخر، هنا
أمريكا تحاول الضغط على أوروبا بعدم الموافقة على خط نورد ستريم 2 الذي له هو الحل النهائي لمشكلة أوروبا للغاز. أشكرك جزيل الشكر من عمان هشام عاقل خبير في مجال الطاقة والنفط، شكرا لك.